فرح، يمكن من ابرز التحديات اللي بتواجه الاهل، ما بعرف اذا عباس ابنك هيك، يمكن العناد او العصبيه، يمكن هالصفات كثير عم نشوف هالصفه موجوده زينب عند الاولاد، شائعه كثير عم نشوفها. يعني الولد ممكن تحكي مره واثنين وعشرة ويستفزك على قد ما هو عنيد، بعدين لحتى ممكن يسمع منك. اكيد يمكن مشكله مو بس انت بتعاني منها، فرح كثير من الامهات عم بيعانوا منها. اليوم بدنا نعرف الاساليب اللي لازم الاهل، فرح هلا بدنا نتعلم شو هي الاساليب اللي لازم نكون على درايه فيها لنعرف نتعامل مع هالانواع من الاطفال. اكيد رح تكون معنا رن نظر، اخصائيه بالارشاد النفسي، لتخبرنا اكثر كيف فينا نعامل الطفل العصبي والعنيد. يسعد لي صباحك. صباحك يا رب، يعطيكم العافيه. هلا بالبدايه خليني اقول لك الطفل العصبي، كله الاهل بيقولوا طفلنا عصبي، طفلنا عنيد، ما عم يسمع لنا كلمه. حقول لك شغله، انه اول شيء العناد هو مرحله طبيعيه بمرحله الطفوله، وهي اساسيه للنمو النفسي عند الطفل، تمام؟ لانه فعليا العناد بيساعد الطفل على نمو شخصيته، تكوينه، على نمو الاستقلاليه عنده، على تحمل المسؤوليه، حتى على اكتشاف قدراته وتطويره، وحتى لنمو ذكائه وقدرته على التفكير. فإله العناد كثير له ايجابيات كثير منيحه. هلا الاهل دائما هن بيصيروا بيتوتروا انه ليش ابن فلان بيسمع كلمه وما بيعانده مثل ابني، رايق ومقدم بيسمع كلمه. تمام، لازم هدينك يلاقوا انه ليش فعليا ابنهم مو عنيد، لانه نحن سن العناد هو ببلش تقريبا بالسنتين، الذروه بيكون سن 3 سنين. فعليا اذا ما الولد لخمس سنين ما صار يقول لك لا وبدي وما بدي، هون في مشكله. عرفتي كيف؟ بالعكس دائما يكون مطيع، هون في مشكله، لانه وين شخصيته هلا عم تتكون شخصيته بدك، لانه فعليا وقت هو مثلا بصير انه بدي هذا الامر وبدي اقوم فيه وانا بدي البس لحالي وبدي اسوي، هون انت ما بتتخيلي قديش عم تنمي له قدراته على تحمل المسؤوليه، على انه الاستكشاف، على اي يعني كل مهاراته عم تتطور. بيجوا بعد عمر انه ابننا ما عم يتحمل المسؤوليه، ما طب بنرجع للطفوله، يعني نحن مسحنا له شخصيته بهذا العمر. تمام، بالعكس نحن بالعناد ما نحاول نمحي هالسمه الطبيعيه الموجوده بمرحله الطفوله، بالعكس نحاول خلينا نقول نجذبها وانه نركزها بمساراتها الصحيحه، لا نقمعها ولا نعطيها مجال على. طيب رند، هون يمكن الصعوبه انه نحن ما نكسر شخصيه الطفل ونساعده انه يكون قوي شخصيه وقادر انه يختار بحياته بدءا من السنتين اللي عم نحكي عنهم. تمام. طيب كيف نحن بنقدر يكون طفلنا يمكن طفل مهذب مثل ما بنقول، بيرضي شوي من تعب الاهل وكل شيء عم يقدموه لطفلهم بنفس الوقت ما نكسر له شخصيته؟ تمام، هلا بالبدايه الاهل يدركوا نقطه كثير مهمه، انه العناد مثل ما حكينا هو مرحله طبيعيه واساسيه. الشغله الثانيه، في بعض احيانا بعض الامور اللي الطفل بيتطلبها ممكن بيكون بمقدور الاهل انه هن يلبوا له اياها، فبهذا يعني يلبوا له اياها بس طبعا دون افراط. شغله ثانيه، اذا كان الاهل هن على قد ما طفلهم كان عم يلح كثير، حسوا اعصابهم رح تنهار خلص، ينسحبوا من الموقف من الطفل، انه حتى هن يهدوا ويفكروا تماما كيف ممكن يتعاملوا معه ويرجعوا يتواصلوا معه. هلا الطفل العنيد هو طفل بحب الاستقلاليه، بحب اتخاذ قراراته بنفسه، فمشان هيك انه كثير الاهل كثير منيح اذا اشركوا طفلهم باتخاذ القرارات فيما يتعلق بمجالاته الخاصه، يعني مثلا فعليا انه شو حابب تلبس انت؟ حابب تلبس هالقطعه ولا هالقطعه ولا هالقطعه؟ هلا فعليا انت بتاخذي القرارات بهالثلاث خيارات، تمام؟ بس هو شو برايه؟ انا اخترت اوعيه، عرفتي انا لبست هالقطعه اللي بدي اياها، انا عملت هيك، يعني انه انا اشركته باتخاذ القرار، حتى اذا بدي اعطيه امر خيره فيه، يعني مثلا انت بتحب هلا تقوم تدرس ولا بتحب هلا تضل شوي على التلفزيون 10 دقائق وبعدين تطفي ولا تقوم تدرس؟ تمام، انه انا اعطيته فرصه. تمام، انه انا فعليا خليني 10 دقائق وبطفي وبقوم. واذا انا مهدت له حتى انه مثلا يلا معك 10 دقائق قبل ما تقوم تدرس على الدراسه او قبل ما تعمل هذا الامر، كمان هون الطفل العنيد انه بيتقبل، احسن ما تقولي له يلا اطفي التلفزيون وقوم، انت عم تعطيني امر انا ما بدي، انا هلا بدي اقعد. تماما. شغله ثانيه، نحن نصير ننظر للايجابيات اللي عنده. هلا دائما نحن وقت بنطلع على سلبيات الطفل نحن عم نسعى انه نعزز له هي السلبيات، تمام؟ انه نحن السلوك السيء كل ما ركزنا عليه كل ما ترسخ اكثر، بينما انا هون اذا كان فعليا هو مطيع وكان اليوم متعاون وكان هي، انا بلشت امدحه احكي عن صفاته الحسنه، فهو كثير بيفتخر بانه انا شايف الايجابيات تبعاته وبيسعى دائما انه يصير يعمل السلوكيات الايجابيه ليحظى بالاعجاب منك والمديح منك. بينما اذا كنا نحن عم ننتقد دائما سلوكياته، انه عم نحكي دائما عن السلبيات، السلبيات اي انا انسان سلبي، بصير بيرجيك الأسوأ وبيترسخ عنده السلوك السيء، تمام؟ بينما انا اذا حاولت نركز على الايجابيات فهذا افضل. ممكن نحن هون نستعين بشيء اسمه جدول النقاط. هلا انا هون بحط له مثلا المهمات والسلوكيات اللي انا بدي اعزز له اياها ودائما تترسخ عنده،
طبعا كل ما قام بهاي المهمه او هذا السلوك رح حط له نقطه. طبعا قبل ما نكون نحن بهذا الجدول بنكون عاملين معه اتفاق انه نحن اذا جمعنا عدد معين من النقاط انت رح تستبدل هالنقاط بشيء انت بتحبه، يا ترى بده لعبه معينه، بده يطلع مشوار، بده اي شيء هو بيرغبه الطفل. طبعا كثير مهم انه نحن وقت نجمع هذا النقاط نحن فعليا نلتزم معه ونعطيه المكافاه اللي وعدناه فيها. طبعا ليجمع عدد معين من النقاط وقتها حيستبدلها بالشيء اللي هو بيرغبه. هلا في نقطه كثير مهمه دائما الاهل بيعانوا فيها مع الطفل العنيد. طبعا الطفل العنيد هو دائما من سلوكياته السيئه اللي خلينا نقولها انه هو العصبيه والغضب والنوبه، خلينا نقول نوبه الغضب اللي بيعيشها مع يعني مع الشيء اللي بترافق فيه بالسلوكيات السيئه، ترافق مع النا هو البكاء الصراخ. احيانا ممكن بعض الاطفال تصير عدوانيه وممكن البعض منهم يصير يرمي حاله بالارض، يضرب نفسه حتى الاهل يستجيبوا. هلا هون الاهل شو لازم يعملوا؟ اهم شيء هون هن ما ينقادوا ل يعني للشيء اللي الطفل عم يعمله. مجرد ما يستجيبوا لمطالب الطفل بهالحاله الطفل بيعرف انه انا كل ما قمت بهذا السلوك هون الغلط بند يلي بنشوفه انه تمام. هي عمليه ابتزاز عم بتكون تماما من الطفل. هو الطفل بيستفز الاهل بهالطريقه، وحتى انه بصير خلينا نقول الاهل بدهم يرشوه رشوه، ان شاء الله خذي اللي بدك اياه خلص، اعطينا السلام انت، اعطينا السلام والهدوء. هلا هون هي اكبر غلط، بالعكس هلا هون لازم ينطروا لتهدى نوبة الغضب تبعه. طبعا انا ببعده اذا كان في طفل بيرمي نفسه او بيأذي حاله بشيء معين بيضرب حاله، انا بحطه بزيحه لمكان او بزيح عنه كل شيء مخاطر ممكن يأذي حاله فيها ليهدى نوبة الغضب تبعه. ممكن اتواصل معه بهدوء انه هذا السلوك اللي انت عملته غير مقبول، انت بهالطريقه ما حتحقق مطالبك، تمام؟ انت لازم مثلا وقتها هم نتفق انا وياه على الشغلات اللي انا بدي اياها منه بسلوكيات معينه لحتى يحصل على رغباته اللي هو بده اياها. هلا هي مهمه كثير نقطه انه حكينا عدم المساومه او الرشوه، لانه انا وقت مثلا الطفل بسيدي على فكره الطفل ذكي، وقت مجرد ما يعرف انه انا عم برشيه لحتى خذي اللي بدك اياه لحتى تسكت حيصير يستغلها أكثر ويصير بيزيد السلوكيات السيئة تبعه. لا أنا خليني استخدم الأسلوب البديل. اليوم أنت إذا مثلا قمت بالشغلات اللي مطلوبة مثلا منك وكنت هادي، اليوم رح تشوف برنامجك المفضل، تمام؟ هي عملنا اتفاق إذا اليوم عن جد مرق تمام رح يشوف، إذا فعليا قام بسلوكيات سيئة ما رح يشوف. ولازم فعليا وقت يكون نحن هددنا أو عطينا عقوبة فعلا نطبقها، لانه وقت نحن اعطينا تهديدات فارغه وما طبقناها هون الطفل حيعرف انه تهديداتنا فارغه وما لها اي قيمه. مشان هيك وكمان نقطه مهمه تكون انه العقوبه متناسبه مع عمر الطفل وحجم الغلط اللي عامله، تمام؟ لانه اذا كانت طبعا في كثير من الاهالي بتلجا للضرب كوسيله تاديبيه، طبعا عرف تماما الطفل حتى بيدرك هالشيء وقت مجرد ما الاهل تجيهم نوبه الغضب وخلينا نقول انفجار الغضب او الضرب، هون انت الاهل استسلموا فقدوا وسيله التواصل مع الطفل. فمشان هيك لو جاب نتيجه انيه بالمستقبل ما عاد تجيب. طيب رند خلينا نحكي شوي، هل ممكن انه يكون تاثير الجينات او طرق التعامل بالبيت تاثر على شخصيه الطفل؟ يعني يطلع عصبي نتيجه علاقه اهله او طباع اهله، او يطلع عنيد نتيجه حدا من اخواته او والده او امه؟ اكيد. بنفس الوقت خبرينا اليوم مثل ما قلتي يعني اسلوب الضرب والعقاب اللي عم بيكون احيانا مبالغ فيه، يعني نحن بيجعلنا قلبنا قد ما عم نسمع. قلتي هو يمكن حل اني بس هو ممكن يعمل مسح تام لشخصية الطفل. تمام كمان. بالعكس هو الضرب بيعمل مشكلة أكثر. هلا لو مثل ما حكيت انه اني بس لبعدين ما عاد يستجيب الطفل معنا. هلا كتاثير للجينات الوراثه لها دور، بس الدور الاعظم للبيئه صراحه. كيف الاساليب التربيه اللي الاهل عم يتعاملوا فيها مع الطفل. احيانا خلينا ناخذ بعين الاعتبار انه مثلا في احيانا بتقولي سلوك معين طلع هيك عند الطفل، ممكن احيانا الطفل عم يتعرض لمشكلات موجوده بالبيت عم تعيق توافقه مع اسرته. مثلا الاهل طول وقتهم مشغولين باعمالهم فهن ما عم يهتموا فيه، فممكن هو يقوم بسلوك العناد مشان شوفوني انا موجود، لفت انتباه، تمام، اهتموا فيني، رغم انه هذا الاهتمام حيكون سلبي. يعني انا مجرد ما عم صرخ عليه ولا اي شيء هذا اهتمام سلبي، لا انا خليني اعطيه الاهتمام الايجابي بانه انا نمي له مهاراته وقدراته وانا اعتني فيه بدون ما هو يصير سلبي. شغله ثانيه عندنا ممكن الطفل يكون عم يقلد سلوك، يعني انا مثلا اذا الاب عنيد او الام عنيده او الاخ عنيد
والاخ مثلا بيمسك براسه انه انا بدي اعمل شيء وبيمرقوا له وانه لا الصغير لازم يسمع كلام، ما هو انا اخي عم يعاندكم وعم تسمحوا لي، انا ليش ما عم تسمحوا لي مثلا؟ فممكن يكون سلوك العناد كمان تقليد. كمان بالاضافه في عنا اسلوب التربيه اللي بيتبعوه الاهل، احيانا ممكن الاهل يستخدموا الدلال الزايد او الشده الزايده. هلا الدلال الزايد انه خذ اطلب تعطى كل شيء بدك اياه، هذا المدلل شو، هلا هذا له كثير مخاطره والشده له مخاطره. هلا بالنسبه للدلال الزائد الاثار السلبيه لبعدين انه الطفل بيطلع عنا اناني وعناده زائد، العناد حيضل يزيد دائما. شغلة تانية حيصير يستغل إذا في مشكلات عائلية موجودة بالبيت لصالحه لتحقيق مطالبه، خصوصي إذا كان في اختلاف بين الأم والأب، بين الأجداد والأهل على طريقة تربية أبنائهم. فهو مثلا بيعرف تماما إذا بكي قدام سته حتجبر أمه وأبوه أنه يعمل هذا الشيء. إذا كان في خلافات شايفة بالأسرة كمان حيستغل هذا الشيء لصالحه لحتى يحقق يعني خلينا نقول مطالبه الشخصية. كمان بالإضافة رح يصير إنسان اتكالي معتمد على أهله بتحقيق متطلباته طبعا، وهذا الشيء رح ممكن كمان خلينا نقول ممكن يصير إنسان عدواني يسعى دائما إذا مثلا ما حقق رغباته فهو بيهاجم الآخرين وبيكون عدواني معهم. هلأ هي بالنسبة لأسلوب الدلال الزائد. هلأ إذا إلنا شدينا كثير على الابن ومحرمناه إنه هو يكون إنسان إنه قادر يتخذ قراراته، هي هلأ هون إلها كمان مخاطرها. كمان حيصير إما عنا نقيدين، إما التمرد أو في حيصير عنا إنه كمان مطاوع لأهله، ما عنده قدرة على اتخاذ القرارات وحتى ثقته بنفسه حتكون ضعيفة وتوكيده للذات تمام بتمسح. على فكرة وهدول بكرة وقت بيكبروا بتلاقيهم شخصيات تخجل تقول لا لغيرها، لأنه قبولها لنفسها ورضاها عن نفسها مرتبط برضا الاخرين عنهم. يعني انا اذا الاخرين قلت لهم لا رح يزعلوا مني ما رح يحبوني، فمعناتها حتنعكس هذا الشيء على صورتي الذاتيه، انا ما عاد احب حالي، معناتها انا غير موجود اذا ما هنن حبوني وايدوني. نعم. فهي كمان لها مخاطرها. نعم يعني يا رند معلومات كثير حقيقيه فعلا ومهمه لكيفيه التعامل مع الاطفال، خاصه الطفل يعني بناء شخصيه بيكون بهذا السن، المفروض كثير ننتبه ويكون في قدر من الوعي بطريقه التعامل معه. نحن بنتشكرك لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي اعطيتينا اياها. شكرا لك، يعطيكم الف عافيه.